الحروب والصراعات لا تترك وراءها الهدم والدمار فقط، بل يمتد أثرها ليصيب الأطفال بشكل كبير، ليصبحوا كاهلين في أجساد صغيرة. عاش مع أخواتي وماما وأبوي استشهد من 3 سنين، وأنا مشتاقة له إن شاء الله أشوفه بالجنة. ثلاثة ملايين طفل نازح داخل سوريا، وأكثر من 2 مليون طفل يعتمدون على المساعدات الإنسانية وبحاجة إلى الدعم والعلاج النفسي. للتخفيف من حدة الآثار التي خلفتها الحرب على الأطفال، وجب العمل على حماية الأطفال بشكل فعلي. انطلق العمل ضمن مراكز حماية الطفل في أواخر عام 2016. تتوزع المراكز ضمن مناطق الشمال السوري، وتضم كوادر مدربة ومؤهلة بأكثر من 50 شخص ما بين إداريين وفنيين وعمال ميدانيين. كل مركز من المراكز يضم فريقين ميدانيين يعملان ضمن حملات التوعية، وفريق يعمل ضمن مساحات صديقة للطفل، بالإضافة إلى مختصين في إدارة الحالة والعلاج النفسي. أنشئت المساحات الصديقة للأطفال لتكون بيئة آمنة لهم، حيث يستطيعون اللعب والتعلم ويشعروا أنهم لا زالوا أطفالاً رغم الخوف والرعب الذي عانوه، وذلك بإشراف كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال. قدم المركز صديق للطفل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال الذين يعانون مشكلات سلوكية مثل الخجل، العدوان، فرط النشاط. طبعا هاي الخدمة تقدم، خدمة الدعم النفسي الاجتماعي، من خلال عدة جلسات للأطفال. هدف المساحة الصديقة للطفل هي توفير بيئة آمنة يقوم بتأديد أو بتلقي الأنشطة منظمة هادفة. طبعا هدف هاي الأنشطة هي تخفيف الضغط النفسي عن الطفل يلي عم يعيشه زمن الحروب والنزاعات الحالية اللي عم نعيشها نحن بالوقت الحالي. تعتبر إدارة الحالة من الخدمات الأساسية التي تقدمها مركز الحماية، حيث يقوم الفريق الجوال بإحالة الأطفال لتطلب حالتهم تدخل مختصي الحالي. شملت خدماتنا تقديم الدعم الطبي من خلال تأمين معينات وأدوية، بالإضافة إلى خدمة العلاج النفسي للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة. أيضا نعمل على تتبع الأسر ولم شمل الأطفال المنفصلين عن ذويهم والتحال من خلال الفريق وشبكات الحماية. مع تقدم مراحل العمل استطاع الفريق تمييز الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية نتيجة تعرضهم لإساءة نفسية وجسدية بسبب الأزمة، واستدعت حالات هؤلاء الأطفال التدخل من قبل المختصين لمساعدتهم في الاندماج في المجتمع والتصالح مع ذاتهم. عم نقدم خدمة التربية الخاصة لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعم نستقبل الحالات التالية يلي هي توحد وداون سيندروم، إعاقة عقلية بسيطة وإعاقة سمعية، ومنهم الأطفال زارعي الحلزون. عم نحط خطط تربوية فردية خاصة بكل طفل، لأنه كل طفل حالة ولكل حالة خطة تربوية خاصة فيه. بعد تطبيق مجموعة من الاختبارات والبرامج بنحط الأهداف، وعم يتم تدريب الأسرة لأنه الأسرة هي الشريك الحقيقي في نجاح الخطة التربوية الخاصة بالطفل. في عنا نحن دورات ورشات عمل تدريبي بتستهدف هيئات مجتمع محلي، أهالي، كوادر تعليمي، دفاع مدني، قادات مجتمع محلي، نقاط طبية. بتتركز مواضيع الدورات بشكل أساسي على موضوع الحماية، إضافة لمجالات أخرى مثل الإسعاف النفسي الأولي والدعم النفسي. أنا اسمي بشرى، مدرسة شاملة في الصف الثاني. لعبنا نشاطات إن شاء الله بصيرنا كل يوم. لتكامل الخدمات المقدمة كان من الضروري رفع مستوى التوعية بحقوق الطفل من خلال الندوات الاجتماعية وحملات التوعية لملامسة واقع الأطفال وإيجاد الحلول بالتشارك مع ذويهم. نحن في فريق الحماية بنقدم مجموعة من الخدمات، ومنها خدمات رفع التوعية
بنستهدف فيها الأطفال في المدارس. نتناول مجموعة من المواضيع مثل النظافة وبر الوالدين، قيم أخلاقية بشكل عام. نستهدف البالغين أيضا بالأسواق وبالتجمعات السكنية. بتم تناول مجموعة من المواضيع مع البالغين مثل المواضيع تتعلق بحماية الطفل مثل الإساءة والإهمال وعماد الأطفال، بإضافة لمواضيع أخرى تتعلق بحماية الطفل. اليوم نحن كتير انبسطنا لأن جابونا ألعاب وانبسطنا كتير بالأنشطة. انبسطنا كتير كتير بهالأنشطة، ونحن شاركنا ونتمنى من الفريق أنه يزورونا مرة تانية وألعاب جديدة. الآن وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على بداية العمل، استطعنا ملامسة قلوب آلاف الأطفال وخلق فسحة أمل في ظلام واقع أثقل بقسوته كاهلهم. سعينا منذ البداية لتسليط الضوء على معاناة الأطفال، ولا زلنا نسعى لنجعل قضاياهم محور اهتمام المجتمع. كونوا معهم ليكونوا أساساً لبناء مستقبل جديد خال من الألم، مفعم بالأمل.